بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وبه نستعين وعليه نتوكل، منه دائما نطلب التوفيق والسداد والنجاح. تحيتنا متواصلة مشاهدينا متابعينا الكرام من أرضية هذا الميدان تحفة ميادين السباقات، ميدان المرموم في هذا المساء المميز والذي يتزين بالحضور والمتابعة والتشريف لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي حفظه الله، الذي أعلن انطلاق أشواط هذه الأمسية المخصصة لهجن أصحاب السمو الشيوخ من سن الإذاع ولمسافة 6 كيلومترات وعلى مدار 16 شوطا ستكون حاضرة في هذا المساء، والذي يأتي ضمن انطلاقات سباقات الهجن العربية الأصيلة التي تحظى بالدعم الكبير والاهتمام للقيادة الرشيدة لهذه الدولة، لسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ودعم أخي سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، واهتمامهم الكبير بانطلاقات هذه الرياضة على ميادين دولة الإمارات العربية المتحدة. تحية بكل المتابعين، تحية بكل المراقبين، تحية لكل من جاءنا هنا ليتابع انطلاقات هذه السباقات. وبسم الله وعلى بركة الله أعلن انطلاق أول الأشواط، وهو الشوط الخاص بالإبكار المحليات الأصايل ضمن هذه المنافسة لسن الإذاع. على بركتي بدأنا ونتابع الانطلاقة، نسير إلى المركز الأول هنا لمتابعة شروط لهجن البشائر مع عبيد بن محمد بن حمد الوهيبي، بينما هنا في المركز الثاني الطيارة في المركز الثاني لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن خالد القاسمي وبخيت بن سالم المسافري، تابعها ثالثا تصل الشاهينية في المركز الثالث لهجن العاصفة وقيادة غياث الهلالي، بينما المركز الرابع إلى انطلاقة سيبا في المركز الرابع لسمو الشيخ سيب بن خليفة بن سيف النهيان وسعيد بن مبارك الوهيبي، في المتابعة تاتي الشاهينية في المركز الخامس، وهناك المركز السادس أيضا الشاهينية بشعار هجن العاصفة والقيادة لغياث الهلالي، بينما المركز السابع دستور في المركز السابع لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم طارش بن مبارك بالقوبع المنصوري يتابعها، وهنا على المركز الثامن الطيارة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم مسري بن سالم بن عرطي الحميري في المتابعة، بينما في المركز التاسع انطلاقة حشيمة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن سالم لنيبي، وهنا على المركز العاشر تاتي الشاهينية لهجن العاصفة والقيادة لغياث الهلالي. هذه الأسماء، هذه الانطلاقات، هذه التحديات على أرضية هذا الميدان في انطلاق مساء مميز من هذا النوع، سن التحدي وسن المنافسة على أرضية هذا الميدان، 6 كيلومترات في انطلاق هذه الرياضة وهذا السن بالذات، عودة إلى المقدمة، عودة لانطلاقات المراكز الأولى ما شاء الله وتبارك الله. الشاهينية في انطلاق المركز الأول والمركز الثاني بشعار هجن العاصفة والقيادة لغياث الهلالي، وانضمام أيضا ثلاثية هناك على الجانب الآخر لهجن العاصفة وغياث الهلالي. شروط تصل هنا في انطلاق هذه اللحظات لهجن البشائر، ومرحبا بهذا الشعار في المنافسة والتحديات والانطلاقات مع هذه عبيد بن محمد الوهيبي يتابع هذه الانطلاقات. هناك على المركز الخامس الطيارة في المركز الخامس لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن خالد القاسمي وبخيت بن سالم المسيفري في هذا التحدي، بينما هناك على المركز السادس يا سلام في المركز السادس
الطيارة أيضا لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم مع مسري بن سالم بن العرطي الحميري. وهنا على المركز السابع تظهر انطلاقات دستور لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم طارش بن مبارك بالقوبع في المتابعة الشاهنية تصل على المركز التاسع في هذه الانطلاقات لهجن العاصفة والقيادة لغياث الهلالي. ونعود إلى صبا في المركز العاشر لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف النهيان وسعيد بن مبارك الوهيبي. هذه الأسماء هنا التحدي والإثارة على أرضية هذا الميدان. ما شاء الله، شوفوا الصراع، شوفوا التحدي، شوفوا الانطلاقات، وشوفوا المنافسة من البداية في شوط يحمل الشوط الأول. الشوط الأول الشوط الافتتاحي الشاهينية هناك على المقدمة الهجن العاصفة مع غياث الهلالي. وهذه شروط في المركز الثاني من خلال منافسة الهجن البشاير وعبيد بن محمد الوهيبي. يا سلام يا سلام يا سلام، قادمة ما شاء الله بهذا الشعار المميز. المنافسة أعود المركز الثالث، وتابع أيضا الشاهينية في المركز الثالث من خلال انطلاقة وغياث الهلالي. يتابع بينما قادمة الشاهينية في المركز الرابع لهجن العاصفة وغياث الهلالي يدفع بالأوراق المميزة هنا في هذا الشوط من خلال آخر كيلومترين. الموقع الآن 2 كيلو والتغيير على المقدمة. شروط 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 بدأت بفرض شروط الانطلاقة الأولى هنا من خلال هذه المنافسة. هجن البشاير وعبيد بن محمد الوهيبي يدفع بهذه الشروط هنا على المقدمة، ولكن غياث الهلالي تركيز عالي من غياث الهلالي. والشاهينية الشاهينية تعود إلى المركز الأول، وهناك الشاهينية أيضا من خلال هذه الانطلاقة تتجاوز التحديات تتجاوز الانطلاقات. شروط تعود الشاهينية تحاول، ما شاء الله مشهد المنافسة والقوة والإثارة على أرضية هذا الميدان. الشاهينية غياث الهلالي إصرار دائما يكون هذا الشعار بتميزه في كافة المحافل والتحديات. ما شاء الله ثلاثية شاهينية عاصفية تحتل المركز الأول، تنطلق إلى الصدارة، تحدد أيضا مسار الانطلاق والتحدي. التذكير 1200. يا سلام يا سلام يا سلام، ثلاثا على المقدمة. هناك الشاهينية والشاهينية والشاهينية في المركز الأول والثاني والثالث من خلال هذه التحديات وهذه الانطلاقات على أرضية هذا الميدان. الله 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 الله، شروط بدأ التحرك. الانطلاق في المركز الرابع لهجن البشاير مع عبيد بن محمد الوهيبي، وهناك الطيارة قادمة في الانطلاقات لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم مع مسري بن سالم بالعرطي الحميري. خلاص سجلت العاصفة هجومها على أول نواميسي هذه الأمسية هنا من أمسيات التنافس والسباقات على أرضية هذا الميدان. ما شاء الله وتبارك الله، التهنئة والناموس إذن لهجن العاصفة ومالكها سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، والذي نتشرف بحضوره ومتابعته انطلاقات هذه الأمسية المميزة. شكرا غياث الهلالي، عنوان المنافسة والإثارة والتحدي وعنوان الإمبراطورية المميزة هنا على المقدمة والمركز الأول. ما شاء الله وصلت تتهادى، سجلت حققت انتصارها. خلاص يا غياث الأمور طبيعية، الأمور طبيعية، وما شاء الله ما شاء الله وتبارك الله في هذا الاسم المميز الذي يعلن وجوده على المركز الأول في الابتعاد عن بقية المشاركين. يا سلام يا سلام، الشاهينية إذن على المركز الأول لهجن العاصفة، وتليها أيضا الشاهينية في المركز الثاني لهجن العاصفة بنفس العنوان والتحديات. الطيارة تصل في المركز الثالث في هذه اللحظة هنا لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، وهنا المركز الرابع الشاهينية، بينما في المركز الخامس كانت انطلاقة شروط لهجن البشاير.
هذه الأسماء، هنا البدايات، هنا الإثارة والتحديات والعودة إلى التوقيت الذي يحمل هذه الانطلاقة. هنا 9:20 وخمسة من الأجزاء من الثانية هو التوقيت الزمني الذي حققته العاصفة هنا مع الشاهينية في المركز الأول، بينما المركز الثاني أيضا شاهينية لهجن العاصفة، وتوقيت 9:21 أربعة من الأجزاء من الثواني إذا تارينا. والناموس على هذا الأداء الممتاز والأداء القوي والمثير، بينما المركز الثالث جاءت الطيارة، تارينا والناموس لسمو الشيخ راشد الحمدان بن راشد المكتوم، تارينا مسري بن سالم بن عرطي الحميري. 9:23 وست أجزاء من الثانية، تهانينا وإنا موس للانطلاقات التي تحمل أيضا التحدي والإثارة. تتواصل التحديات، تتواصل الانطلاقات، وأيضا نبحر في شوط جديد من خلال هذه البداية التي تحمل أيضا انطلاقة الشوط الثاني، وهو الشوط الخاص بالإبكار المهجنات الأصايل ما شاء الله التي انطلقت هنا باحثة عن انتصار لمسافة 6 كيلومترات. وسن الإذاع في تحديد هذه الشعارات المميزة والمشاركة دائما.